تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. كلنا امبارح شفنا الفضيحه والكارثه اللي عملها امام عاشور في ماتش الزمالك والمصري البورسعيدي. خرجت علينا قناه البليله كالمعتاد، وكاننا احنا في وادي وهم في وادي تاني، كاننا احنا في كوكب وهم في كوكب اخر. هندخل وهنسمع طارق يحيى قال ايه، واسماعيل يوسف وكابتن فطوطه قالوا ايه تعليقا على ساسي، وزي ما بيقولوا الغزية تلهيك واللي فيها تجيبوا فيه. قبل ما نسمع ونشوف الفضيحة والكارثة اللي هم قالوها امبارح، وازاي حشروا النادي الاهلي في النص وحشروا نادي الجونة في النص، واصلا احنا ملناش علاقة بالموضوع، وبرضو السيرة النادي الاهلي اللي بقينا في بقهم. بس قبل ما هندخل في الفيديو بتاعنا ونسمعكم الكوارث اللي حصلت وتعقبنا عليهم، حضرتك هتدعمنا بلايك للفيديو وهتشترك في القناة وهتفعل زر الجرس وهتختار كل الإشعارات عشان يوصلك كل جديد عن النادي الأهلي. هنبدأ بطارق تفويتة أو طارق يحيى. طارق يحيى قال إيه؟ قال إزاي مخرج المباراة يقعد بعد المباراة بأكتر من 5 دقايق بعد ما انتهت ويصور الخناقة اللي حصلت بعد المباراة بين المصري والزمالك؟ إحنا أشدنا بقرار إيقاف محمد نصر. يجي مخرج النهاردة يجيب الخناقه بعد الماتش، هيستفاد ايه؟ وساسي يتعاقب ليه اصلا او يطرد ليه وفيه اصلا فاول لصالحه؟ وقال كمان دلوقتي يقولوا الاتحاد الاوروبي والبرلمان ولازم يتعاقب من اتحاد الكوره. انا عايز اقول ان في لائحه في نادي الزمالك هتوقع عقوبه على ساسي، ومفيش داعي للكلام ان اتحاد الكوره يعاقب اللاعب. ونسمع جزء من اللي قاله طارق يحيى ونرجع نكمل كلامنا. ملحوظه انا لاحظتها، معرفش انتوا لاحظتوها معايا ولا كابتن شروق كابتن اسماعيل، بعد انتهاء المباراه وفوجئت بيه ان الارسال مستمر، لان كان في بعض المشاكل في الملعب. بنشوف مباريات كتيره بيقطع ارسال على طول، هو مستمر في الارسال، حابب ان هو يوصل حاجه معينه، ان في مشكله عايز تحس. برضو يا جماعه تاني الاخراج، تاني يعني بنتكلم تاني الاخراج. الاستاذه نائله فاروق من فضلك، نادي الزمالك يعني احنا في 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 ظرف صعب جدا جدا. بتكلم برضو بمنتهى الصراحه ومنتهى الشفافيه، كل التقدير والاحترام لكل المخرجين اللي في مصر وكل التلفزيون المصري، ولكن استمرار الارسال لفترات بتتعدى ال4-5 دقائق بعد صفاره الحكم مقصوده. ما بنشوفهاش في ماتشات. انا مش بتكلم عشان الزمالك، لا، بس انا بتكلم حتى نادي المصري. يعني حتى النادي المصري يا كابتن اسماعيل هو مش ناقص، ممكن لعيبه توقف من الشريط، ممكن لعيبه الزمالك يعني حتى مش بنتكلم الزمالك بس، فمالهاش لازمه. يعني انا مش شايف، اتحس انها مقصوده احساسي. طب ما هو النادي المصري برضه ممكن يتوقف منه لعيبه، والزمالك نفس الكلام. طب ليه احنا نودي القصه دي تقطع الارسال وقف الارسال؟ جاي انا احس انها مقصوده، الله اعلم. بس انا جت رسائل كتير والله على النقطه دي يا كابتن فاروق، بس لازم اقولها حتى لما كانتش جت رسائل لازم اقولها. كابتن احنا نوهنا كابتن طارق قبل كده وعملنا علامات استفهام على الاخراج والتصوير، وما زلنا نكرر يا كابتن فاروق ان برضو في حاجات مش مفهومه واحنا عايزين نفهمها كجمهور الزمالك وكاعضاء مجلس اداره وكرئيس نادي. في حاجات بتحصل داخل الملعب بعد ما المباراه تخلص 3-4-5 دقايق لمصلحتي. عشان ايه؟ يعني ده كلام يعني انا بعد الماتش اللي فات يعني. بعد الماتش اللي فات يا كابتن اسماعيل يا كابتن فاروق، خلصت الماتش فبودع اللعيبه فجمعتهم في نص الملعب زي ما كنت بتعمل انت تجانا كده، تجمع اللعيبه وبتاعه، فقلت اقلدك في ما حدش جاب حاجه. يعني انت مش معنى، طب ما دي لقطه كويسه، طب ما كانت يعني دي لقطه قطع ارسال يعني. طب ما يا عم هات اللقطه الحلوه دي اللي فيها مثلا المدير الفني بيودع اللعيبه وبيتكلم، لازم تبقى دي كارثه علشان تتزاع؟ يعني انا مش فاهم. وبعدين برضو هم يشكروا ان هم برضو لبوا نداءاتنا يا كابتن اسماعيل في الفتره حصل في بعض المواقف، في مخرجين اتوقف في بعض المخرجين اتوقف، ولكن ليه الاصرار دايما ان انا اعمل مشكله؟ انا بقول لك انا لقطه وانا عشتها، جبت لعيبه الزمالك في نص الملعب بشكرهم وودعهم. طب ما تصور دي، انت ليه بتصور؟ ليه انت بتمد الارسال في لقطه مش حلوه للزمالك والمصري؟ خلي بالك انا، ما هو ممكن المصري يتضرب، والمصري مش ناقص يا عيني. المصري مش ناقص يا عيني، يعني هو عارف ان اللي حصل في الملعب ده كارثه،
بس مش عايز، هو عارف ان اللي حصل ده مصيبة لكن هو مش عايزه يتصور، وبيلوم على الاخراج وبيلوم على التصوير. يا كابتن طارق، لو لاعب قتل لاعب دلوقتي ومفيش مستند، مش لازم يبقى في حد صور الحاجة دي علشان يبقى دليل إدانة عليه؟ لو في كارثة ولا حصلت مصيبة ولا مجزرة زي ما حصلت مجزرة بورسعيد، والنيابة العامة استدلت واستعانت بأشرطة الفيديو المصورة للمتهمين وجابت المتهمين وقبضت على المتهمين من خلال بعض الشرايط وبعض الفيديوهات المصورة وهم بيرتكبوا جريمتهم، مش ده شيء يعني دلوقتي لما يبقى في حرامي وبيدخل يسرق ولا يقتل ولا ولا ولا، مش بيجيبوا الكاميرات اللي بترصد الشارع او بترصد المكان او بترصد المنطقة او بترصد الشقة او بترصد العمارة علشان بيبقى دليل إدانة؟ انت مش عايز يبقى في دليل إدانة على حد يعمل إدانة ويعمل مشكلة في هقول ايه، انا متلخبط، انا فعلا دماغي مش فيا. يعني الناس دي فعلا بتفكر ازاي؟ الزمالك عمل خناقه مع المصري، امام عاشور عمل مشكله مع لاعب وجري وراه وضربوا بعض. معلش، لجنه الكوره لما تيجي توقع عقوبه، انت مش طبعا المصري حبايبكم مش عايزين توقعوا عقوبه عليهم ولا انتوا يتوقع لكم عقوبه، لكن ده في حاجه اسمها لجنه انضباط، وفي حاجة اسمها اتحاد كورة، وفي حاجة اسمها لجنة حكام. الافندي اللي ضرب الحكم امبارح ده لازم يتوقف، امام عاشور واللي عمل مشكلة وسب الدين وعمل اشارات خارجة لازم يتوقف. كل دوة ازاي انت عايزه تعدي هباء بتعتب على مخرج المباراة؟ طب انا عايز اقولك على حاجة، في كاميرات اخرى بتصور الماتش ملهاش دعوة بالاخراج التلفزيوني، في موبايلات بتصور الاحداث دي على طول، موبايلات على احدث مستوى وبتصور وبدقة عالية وبتجيب ولا انت فاكر نفسك ان انت هتعدي بعملتك؟ ده بالنسبة للاخ طارق يحيى. هندخل بقى على الاخ الجميل حبوب كابتن فطوطة، نسمع قال ايه ونعقب على الكلام اللي هو قاله، نسمع. فطبعا فالموضوع يعني الحمد لله الثلاث نقاط دول مهمين جدا 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 عشان يعني يبقى في تأكيد على إن شاء الله بإذن الله المركز الثاني المؤهل لدوري الأبطال. نخلص من القصة دي ونتكلم على لجنة المسابقات. النهاردة كنت بتفرج على الكابتن طارق يحيى على الكابتن رضا عبد العال والجونة وطنطا. طنطا مقدمة مستويات كويسة مع الكابتن في حدود الإمكانيات المتاحة وكلام من هذا القبيل. فوجئت إن إسلام محارب بيلعب، الاداريين كل حاجه، فقلت يا جماعه هو لم يتم معاقبه اللي تلفظ بالفاظ نابيه تجاه حكم اللقاء. هو الكابتن احمد غندور اكيد كرامته فوق كل شيء، يعني كابتن احمد غندور ما يسمع الشتيمه بودنه وبيكتب في تقريره ماذا حدث له. طيب هنا بقى اللي بتكلم على حسام الزناتي اللي ما بيحبش يقول ان هو زملكاوي وبيقول لا انا في شغلي ما فيش بتاع، فمية مية. انا بقول لك هو اي واحد زملكاوي او اهلاوي في شغله لازم يكون عنده ضمير، ما يبصش لانتمائه، يبص لشغله وضميره يحتم عليه. لكن هنا اوديكم نادر شوقي حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات واللي بيجي لها تقرير الحكم راجل. طب هنرد على النقطة دي سريعا. اولا مفيش ادانة للناس دي، ده طارق يحيى قال شتموني وشتموا نادي الزمالك، حد شافه؟ حد سمعه؟ حد قال؟ هو اللي قال. فين الكلام ده دلوقتي؟ انت في ماتش الجونه ولا في ماتش ولا في ايمان عاشور اللي خرب الدنيا وعمل مصيبه ولا في فرجاني ساسي؟ ده لو قال ماتش ده للاهلي وحد عمل كده من الاهلي كانت هتبقى كارثه، كان هياخدونا لبانه في بقهم 10 سنين لقدام. هيفضل فطوطه يقل ادبه وطارق يحيى وغيره 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 وغيره. هتبص تلاقي قناة البليلة من أول ما بتبدأ لغاية ما بتقفل مفيش غير وراهم. فين لجنة الحكام؟ فين لجنة الانضباط؟ لازم نحاسب النادي الأهلي، لازم عقوبة موقعة. أنت فين يا خطيب؟ أنت مش عارف إيه؟ كان هتبقى كارثة إعلامية في قناة نادي البليلة وطبعا القنوات التابعة ليهم، سيف زاهر والعيال اللي دلوقتي بتقول لك ده نرفزه ملعب ده كانوا ناقصين يذبحوا بعض بالسكاكين اخر الماتش. هو سيف زاهر ده معانا في الكوكب، هو كمان ده مش ده مرتضى عامل لكم رعب، مرتضى عامل لكم رعب. ايه ده؟ مفيش غير شوبير
اللي عنده الجراءه اتكلم برضو بهدوء في ايه. نكمل. كان بيشتغل مع نادر شوقي، يعني كان راجل بيشتغل فيه كوكيل لاعبين مع نادر شوقي اهلي، وكانوا بينقلوا لعيبه من الجونه للجدا. هل طبيعي ان لجنه الانضباط بتتخذ قرارات ضد بقى لعيبه الاهلي والزمالك؟ والنهارده افاجئ ان بعد المباراه على طول لجنه الاتحاد الكوره حول فرجاني لجنه الانضباط، والزميل سيف زاهر بعد الشوط الاولاني طالع بيقول اسمه ده لازم لجنه المسابقات تشوف الموضوع دوت، ولازم يعني طبعا من حق المذيع انه يعلق على تصرف لاعب، لكن انا اتحاد الكوره ولجنه المسابقات ده مش دوري يعني كمذيع في قناه عامه. انا خلاص الحدث قدامي بتكلم على اللاعب، التحويل بقى اللاعب، الكلام على لجنه الانضباط، الكلام على اتحاد الكوره، كل دوت تخصص اتحاد الكوره. فهنا انا بقى ما عنديش مشكله ان اللاعب يعاقب، اللي بيغلط يعاقب، لكن هنا السؤال هو لعيبه بعض لعيبه الجونه لماذا لم يعاقبوا؟ احنا مش شفنا فيديوهات؟ حد يقول لك الفيديوهات احنا ما بناخدش غير بالفيديوهات الرسميه. على فكره شيكابالا ما كانش فيديو رسمي، امام عاشور ما كانش فيديو رسمي، مش فيديو في الرسمي بتاعه. خالد فطوطه بيعتب على سيف زاهر عشان بيقول لجنه المسابقات المفروض تشوف الموضوع ده. هو راجل الكلام، هو قال حاجه ده النرفزه في ملعب وسكت. ده يوم ده لما فايلر ساب الصحفيين والمؤتمر الصحفي ومشي، عملوا منشتات في القناه ازاي وازاي وازاي وليه وليه وليه، وكابتن طه اتكلم ومتعب اتكلم وسيف زاهر اتكلم، ده كانوا ناقصين يجيبوا الناس اللي ماشيه في الشارع تتكلم في نفس الموضوع، وموضوع تافه وهايف وخلاص مدرب ومشي. وقال للناس يا جماعه اتكلموا في الماتش، محدش كلمني بره سياق الماتش. قال مره واتنين الصحفيين برضو حاولوا يتكلموا، حق الصحفيين ان هم يسالوا وحق فايلر يمشي او حق فايلر ان هو يرد او ما يردش، ولكن الموضوع عمله من حبه قبه دي تبقى خناقه وضاربين بعض وفرجاني ساس عامل كده بالسماعه، وما لاقيش واحد يطلع يقول كلمه حق. حتى فطوطه عمال يتوه ويموه ويقول لك لاعبي الجونه لاعبي مش عارف مين، وبعد كده يروح جايب لك بعد كده وليد سليمان والحركه اللي عملها وتوقف اربع ماتشات لازم ساسي مش عارف ايه. يا اخي طبل وعرض بس بالاصول، مفيش حاجه بالعبط. اللي انتوا بتعملوه ده اسمه عبط، او انتوا عايشين في كوكب تاني غير الكوكب بتاعنا. نكمل. بتاع التلفزيون، ولكن في النهايه برضو في حكم، احنا شفناه احمد الغندور وهو شايف، والاداري واللعيبه وشتايم شفناها وسمعناها، مفيش رد فعل. الصوره موجوده ولا لا يا جماعه؟ طيب هنجيب لكم الصوره. ممكن تخلي صداقه، ممكن تنش، عايزين نسال، ولا هي الموضوع عداله؟ ده غلط بن عقب عيبتها حتى لو خرجت عن النص. كابتن احمد الغندور ما كتبش في تقريره ووداه لجنه المسابقات، عايزين نعرف، عايزين نفهم. طيب وهجيب لكم الصوره بعد شويه. كمان عايز اروح للنادي المصري البورسعيدي. النادي المصري البورسعيدي قولا واحدا اقول لكم هنا، اكثر الداعمين ليه احنا نادي الزمالك وقناه نادي الزمالك، واكثر الداعمين لكل الانديه الشعبيه، وبنتمنى من كل قلبنا ان المصري يبقى في الدوري العام الممتاز، وان شاء الله هيبقى في الدوري العام الممتاز. انتوا داعمين الفرق، كل الفرق اللي قالت انا مش عايز العب دوري، عارفين ليه؟ عايزين تعملوا لوبي وتكونوا لوبي زملكاوي علشان تقفوا بيه قدام النادي الاهلي. لما النادي الاهلي يقول انا هلعب الدوري، تروح عاملين لوبي علشان ايه؟ لا احنا 10 فرق ولا 7 فرق ولا 8 فرق ضد النادي الاهلي وضد قرار النادي الاهلي. عايزين تعملوا، شفتوا فيلم البيه البواب لما كان احمد زكي عايز يعمل رئيس رابطه، فمرتضى عايز يعمل رئيس الرابطه، يبقى 5 6 7 8 انديه هو يدعمهم في القناه ويبقى صوتهم في القناه ويعملوا مداخلات والخ الخ الخ علشان ايه؟ يبقى ليهم صوت في نادي الزمالك، ويبقى رئيسهم ورئيس الرابطه مرتضى منصور. نكمل. لكن انا مش عارف يعني، وهنا كمان يمكن جبنا الكوره ضرب الجزاء لاموتو. ادي الصوره اللي انا بتكلم فيها، محمد فضل، نادر شوقي، حسام الزناتي، حسام غالي، على عايزين نعرف
كل الناس مركزه دلوقتي على احنا بناخدش عقوبه وعقوبه، ده العدل اللي بيقول عليه ربنا، تمام. فالنادي المصري مش عارف النهارده كان فيه يا جماعه حتى بعد اللقاء حتى في كور يعني تم الغاء المؤتمر الصحفي، يعني حتى كوره بتاعه الونش عامل كده لازم مطالبه بضرب الجزاء. يعني قال اخر حاجه اتفاجئت ان اتحاد كره اليد قرر عوده الدوري اللي فات، وهنا بقى الدوري اللي فات تمام وتفتح الانتقالات السبت، لكن افتح الانتقالات وابتدي دوري لسه ما خلصناش من خالد الغندور، بس هندخل على الناقد الجميل الرقيق الراجل الحبوب الكتكوت القطقوط الاستاذ احمد رجب صديق مرتضى منصور ودراعه اليمين. نسمع كده الباشمهندس احمد رجب قال ايه ونرجع نعقب على الكلام اللي قاله. اوعوا تروحوا في اي مكان، الفيديو بتاعنا لسه مكمل. قبل ما نتكلم احنا تعودنا شويه هم يعني بتعبوا اعصابنا شويه بس في الاخر خالص في مكاسب. اولا صعب جدا انك تشوف بصمات مدرب في اول ماتش، صعب جدا يعني نادره. النهارده باتشيكو اتحط في اختبار من اصعب ما يكون، انه يطرد من عنده لاعب في دقيقه 40 شوط الاول دقيقه ضربه جزاء، اضطر يلعب مدافع. فالنهارده حتى لما بتشوف الحركه بتاعته في التلفزيون وهو بيقول لهم قربوا الخطوط صحيح، واخد بالك الراجل كوتش شغال دماغه شغاله في الملعب. فبس انا ليه الوم على الحكم خالد؟ الحكم مجمل عام هو كان كويس، بس هو احنا حكامنا بيبقى عامل ماتش حلو قوي زي اللعيب اللي بيعمل ماتش جميل قوي بيعمل يجيب جون في نفسه. انت عامل ماتش حلو جدا، فرجاني ساسي اتضرب 3 مرات في نفس المكان تحت عينك، مش عايز تديله فاول. معلش يا استاذ محمد اختلف معاك، انا بص اختلف معاك شويه ان هو مش عامل ماتش حلو. ليه؟ لان هو كان في ضربه جزاء 100% للزمالك، ولا هو ولا المساعد شافوها، ده الفار اللي صلحها بالفعل حسب ضربه جزاء على الزمالك. الفار لغاها، الفار هو لغاها. وفي فاولات ما حضرتك بتقول بقى الفار بقى ما بيصلحش فاولات، الفار ما بيصلحش فاولات، مش من عمل شغلته، مش شغلته ولا انذارات. ايوه لا، في كره لعبد الله رجب من ناحيه الشمال، زيزو اللي بعديه فرجاني ساسي، احمد السيد زيزو، في واحد السيد زيزو خد وراح ولا انذار ولا اي حاجه. في احمد جمعه اعترض عليه اعتراض شديد اللهجه في اخر اللقاء، ما عملوش حاجه، ما ادالوش انذار. أيوة. في الوقت اللي فرجاني راح اعترض وهو عنده فاول حقيقي اداله انذار وبعد كده اداله طرد. يعني انا عايز اقول انه الحكم ما كانش موفق في الصور دي، الثلاث فاولات ده فاز فرجاني كانك مش عايز طبعا حاجة. طبعا ومعند لاعب دولي ولاعب كبير صعب ان هو يخرج عن اعصابه بسهوله. شايفين محمد رجب بيشيد بالحكم وفجاه بيقول الحكم وحش. طب نعيد تاني كده، احنا حكامنا بيبقى عامل ماتش حلو قوي زي اللعيب اللي بيعمل ماتش جميل قوي بيعمل يجيب جون في نفسه. انت عامل ماتش حلو جدا، فرجاني ساسي اتضرب 3 مرات في نفس المكان تحت عينك، مش عايز تديله فاول. معلش يا استاذ محمد اختلف معاك، انا بص اختلف معاك شويه ان هو مش عامل ماتش حلو. ليه؟ لان هو كان في ضربه جزاء 100% للزمالك، ولا هو ولا المساعد شافوها، ده الفار صلحها بالفعل حسب ضربه جزاء على الزمالك، الفار لغاها، الفار هو لغاها. وفي فاولات ما حضرتك بتقول بقى الفار بقى ما بيصلحش فاولات، الفار ما بيصلحش فاولات، مش من عمل شغلته، مش شغلته ولا انذارات. ايوه لا، في كره لعبد الله رجب من ناحيه الشمال، زيزو اللي بعديه فرجاني ساسي، احمد السيد زيزو، في واحد السيد زيزو خد وراح ولا انذار ولا اي حاجه. في احمد جمعه اعترض عليه اعتراض شديد اللهجه في اخر اللقاء، ما عملوش ما ادالوش انذار. أيوه. في الوقت اللي فرجاني راح اعترض وهو عنده فاول حقيقي اداله انذار وبعد كده اداله طرد. يعني انا عايز اقول انه الحكم ما كانش موفق في الصور دي، الثلاث فاولات ده فاز فرجاني كانك مش عايز طبعا ومعند لاعب دولي ولاعب كبير صعب ان هو يخرج عن اعصابه بسهوله. فرجاني وبعدين في نيه لضرب فرجاني، يعني المصري فوق دماغنا من فوق شعب بورسعيد وخط القناه كله الزملكاويه بيعشقوا حاجه اسمها اسماعيلي ومصري واتحاد. طبعا. انما في نيه ليه لضرب ساسي بالطريقه؟ هو الاتحاد على خط القناه، انا اول مره اعرف، بيقول لك بيعشقوا خط القناه المصري والاسماعيلي والاتحاد.
الاتحاد انا اول مره معلومه جديده بالنسبه لي يا استاذ رجب. نكمل يعني كذا كره ورا بعض ليه في ايه وبعدين انت عارف انه راح نلعب في افريقيا وصعب جدا انك تخسر لاعب زي ساسي فيعني انت تخرجه عن شعوره وبعدين في الاخر يبقى ساسي هو الغلطان. طب ما ساسي رد فعل طيب. بس لكن اهم حاجه ان احنا كسبنا مبروك طبعا. ثلاث نقط مهمين جدا في ظروف صعبه جدا وانا مطمن لباتشيكو باذن الله ان شاء الله. تعال كمان غير كده النهارده بيلعب من غير دفاع. سمعنا الاستاذ الحبوب محمد رجب وكان بيشيد بالحكم راح خالد فطوطه قال له لا انت بتشيد بايه ده راح الفار ومش الفار وبتاع. قال له انا فعلا هو انا ضد الحكم في كذا 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 والثلاث كور والكلام مش عارف ايه وابتدى ايه يغلق وغير كلامه في ثانيه عشان خالد فطوطه قال له كذا كذا كذا. بس هو فعلا الحكم وحش. الحكم ده كان في ضربه جزاء يعني للعيان وحتى الشناوي وضحها يعني الشناوي وضحها وقال ان كوره ارتطمت بايد اللاعب واللاعب وسع جسمه زي ما بيقول نفس المعيار اللي اتحسب بيه الكوره بتاعه الهاند بول ضربه الجزاء اللي كانت على النادي المصري. هي اللاعب وسع جسمه او كبر جسمه بايده فجت في ايده فكانت تستحق ركله جزاء اللي راح للفار وما حسبهاش الحكم عداها. فالحكم كان امنيه حياته ان الزمالك يفوز ما لهاش تاني. نشوف بقى مين ايهاب الفولي اللي هو شكوكو عبد الشكور. شكوكو عبد الشكور ده نكته هنسمع هو قال ايه. بس اوعوا تروحوا في اي مكان لان الكلام اللي هيقوله ده هو دي كوميديا ساخره وهنرد عليه. دي احلى الفقره اللي هو الجزء الاخير من الفيديو دي اللي بتبقى الكريزه بتاعه الفيديو. هنسمع شكوكو عبد الشكور قال ايه وهنعقب عليه. نكمل. يعني ادى افضل مباراه لي الموسم ده او من افضل مبارياته في ظل الظروف. يعني الزمالك اول مره تشوف روح موجوده في الفرقه بالشكل ده. طبعا احنا مش هنتكلم ان مثلا هننسب دوت لمستر باتشيكو لان لسه بصماته ما وضحتش بشكل كبير على الفرقه. لكن النهارده لعيبه الزمالك كلها وخصوصا بعد طرد فرجاني ساسي عندهم احساس بالمسؤوليه. يعني زيزو عبد الله جمعه النهارده انت عندك بتلعب مباراه كبيره بتلعب مع فرقه قويه جدا بتعمل ماتشات حلوه دايما قدام نادي الزمالك بعد سلسله نتائج يعني مخيبه للامال. قلب على كل ده في ظل تغيير القياده الفنيه لنادي الزمالك في ظل غياب ما حسيتش ان الديفندرات بتاعت امل وبتديك تفاؤل على مباراه افريقيا اللي جايه ان لعيب الجوكر اكتر من لاعب جوكر ان احنا ايه الكتائب الالكترونيه اللي بتحاول تعمل من الحبه قبه. النهارده فرجاني ساسي مثلا ارتكب خطا في الملعب الحكم طرده خد قراره شعور لا شعوري مثلا وهو بيعبر عن غضبه مثلا ايده خبطت في الحكم فالنهارده انت تيجي تقول ايه لا ده يتعلق له المشانق في حين ان في مواقف كتير جدا اقربها الحكم محمود معروف لما عمل نفس الحركه محمد اكتر محمد معروف عمل نفس الحركه ويمكن اكتر مع مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك والكاميرات بينتها وجبناها اكتر من مره هنا محدش اتكلم عليها ومحدش حتى مفيش اتخدش قدامه اجراء لفت نظر او اجراء ضده. هل الحكم داخل الملعب عنده يعني حصانه جوه الملعب ان هو يضرب اللاعب او يعتدي على اللاعب ولما تيجي اللاعب يبقى ساعتها بتقول ايه ده الحكم خرج عن شعوره وغصب عنه دي حركه عفويه واقصد لما تتكرر الحركه من نفس اللعيب يجي يبقى الوضع بيختلف والمعايير. سمعنا شكوكو عبد الشكور بيكلمنا وكان الماتش متذاع على الراديو مش متذاع قدام العالم كله والناس كلها شايفاه. بيقول لك الكره جت ايد فرجان جت كده في الحكم بس انا بطالب ايه بطالب لجنه الكره انها توقف الحكم اللي حط ايده على مصطفى محمد وعمل حركه اكتر من كده. طيب انا عايز اقول لكم على حاجه. دي الحركه ان هو كان بيحط ايده كده اهو وبيقول له ايه بيقول له يعني ايه هدي نفسك شويه اهدى حاجه زي كده باسلوب وبشوشه كلنا شفناها. وللعلم اتحاد الكوره وقف الحكم ده اهو اسبوعين وهاني حتحوت طلع قال ان تم ايقافه بداعي التمثيل لجذب الكاميرات. هم كده قالوا
في القرار بتاع هاني هتحط. بس الجماعه دول نايمين على دارهم مش عارفين حاجه، ما بيتابعوش، ما عندهمش يعني لا عندهم ثقافه كرويه ولا ثقافه في الالقاء ولا ثقافه في الكلام ولا في اي شيء. هم بيطلعوا يقولوا السكريبت اللي قايله اللي قايل عليه مرتضى وخلاص، لكن يفكروا قبل ما يقولوا الحاجه لا، يقولوها كده يسموها صم. فالحكم ده اتوقف اسبوعين علشان الحركه اللي عملها مصطفى محمد، على الرغم ان الحركه دي ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش اي حاجه. هو غلط ان الحكم يمد ايده على اي لاعب، او عشان اللاعب كمان ما يمدش ايده على الحكم او يتجرأ عليه، ولكن تم ايقاف هذا الحكم لمده اسبوعين بداعي جذب الكاميرات للتمثيل امام الكاميرات. الكلام ده قالوا هاني حتحوت في البرنامج بتاعه. يعني الكابتن شكوكو عبد الشكور بيقارن ما بين الحركه اللي عملها فرجاني والحركه اللي عملها الحكم ده، بيقول لك ايده جت كده اهو واللجان الالكترونيه. يسكت كابتن شكوكو عبد الشكور؟ لا، ازاي هيكمل. نسمع بقى الزتونه الكبيره والحاجه اللي قالها ايهاب الفولي اللي هنرد عليها واحده واحده. نسمع. هب قبل ما انهي حلقتنا، كنت الناس في الكتاب الالكترونية يعني دايما ضدك ده على طول، خد بالك مش من وانا هنا، ده على طول يعني مثلا من اكتر من 12 سنة يعني من بدايتهم هم ضدي. انا من اكتر من 12 سنة يعني نقول 13 مثلا، يعني من 2007 من 2007 صح؟ مش احنا في 2020 يبقى 13 سنة يعني 2007. طب 2007 كان لسه الفيسبوك معمول، كان لسه الفيسبوك معمول جديد، كان لسه يدوبك اكونتات، لا كان في لجان الكترونيه ولا كان في حد يعرف حد اصلا، ولا كان في حد بيتواصل على السوشيال ميديا زي دلوقتي. ده اصلا كان النت، الساعه بتاعت النت في وقتها كانت غاليه جدا، مش كل الناس كانت عندها نت في البيوت، ومش كل الناس مدخله نت في البيوت، كانت الناس بتروح السايبرات تقعد بالساعه. يعني ما كانش لا كان في نت ولا كان في لجان الكترونيه. نكمل. اول واحد كتب عن لفتات المشير لما اتعملت في النادي الاهلي في مصر اليوم. طبعا انا الانفراد كان ليا فعلا. طبعا انت اللي كنت عاملها. انا انفردت بيها وبتفاصيلها كامله. كامله صفحه كامله. تمام. انا بص سقط منه التاريخ ازاي. الكلام اللي بيحكي فيه ده سنه 2013 2014 او 2013 او 2012 الكلام ده، بس ايه المعايير سقطت منه والتواريخ سقطت منه. نكمل. اللي فضحت قصه قيمه مباراه قيمه اسوان واعتداءهم على رجال الامن وطلعت كان مع في شاب اسمه جيم وود من الثوار، طلعت في مناظره مع ريم ماجد كانت في وطلعت اتكلمت قلت على اللي حصل في مباراه قيمه اسوان من اعتداء الجماهير ديت على رجال الامن. انا اللي اتكلمت على محمد ابو تريكه وقلت بدايته الاخوانيه وقلت اولا محمد ابو تريكه ما كانش حد يعرف ان هو ليه انتماء سياسي من الاساس غير لما دعم محمد مرسي في الانتخابات الاولانيه اللي هي الانتخابات لما قال احنا عايزين مشروع اسلامي وكده. وانا ما بحبش اتكلم في السياسه ولكن ده اللي حصل. يعني الموضوع ده حديث، انت بتحكي بتقول من 13 سنه. طب من 13 سنة ما كانش لسه الكلام ده حصل، ما كانش لسه في الاخوان ولا ابو تريكة مؤيد الاخوان ولا قال ان ده اخوان ولا غيره. وكيما اسوان كانت مناوشات ما بين الاهلي والامن عشان اللافتات والشماريخ ومش عارف ايه، وحصل شد وجذب بين يعني جماهير الزمالك ما كانتش بتتخانق مع الامن بسبب الشماريخ. نكمل. ان ابو تريكة منضم لجماعة مسلحة، يعني انا من زمان وانا بتكلم كده عليهم. ده حتى اللي بيتكلموا عليك، انا فاكر انت كنت مره واحنا في المحور تقريبا قبل كده كنت كلمت على الاثنين بيعملوا على قناه المنافس لما اتكلموا عليك فطلعوا كانوا بيشتموا مجلس الاداره وما كانش اشتغلوا في النادي. ما انا جبت لك شتموا خالد الدرندلي. شتموا يعني مش شتموا مثلا نقول محمود طاهر ده هم مش معتبرينه رئيس للنادي الاهلي، ما هو كان رئيس النادي الاهلي. شتموا خالد الدرندلي امين الصندوق وخدوا المكافاه بتاعتهم ان هم بس عشان اوريكم بس الكذب في نادي الاهلي في قناه نادي الاهلي مفيش حد بيشتم حد. يقول لك شتموا يا حبيبي احنا مش عندنا زيكم،
مفيش على من اول يوم انطلقت في قناه النادي الاهلي حتى الان مفيش لفظ خارج بيطلع من النادي الاهلي ولا بيشتموا حد. قلبوا كلام يعني الهبل ما يصدقوهوش، يعني واحد اهبل ما يصدقش كلامكم، لان مفيش اصلا شتيمه على قناه الاهلي. احنا مش قناه الزمالك عشان نشتم. نكمل. كانوا موجودين في القناه بيقدموا برنامج والحمد لله تم. يعني انت راجل صحفي مخضرم برضو، موضوع الكتابه الالكترونيه ده اكيد يعني الموضوع في دفع بجد طبعا في مبلغ مصروف. انا بتكلم على الرياضه، سيبك السياسه دي خلاص عارفينها. ايوه الرياضه، بص هي منفذه على بعض. انت تيجي تلاقي مين بيشتمني، هتلاقي بيشتمني معتز مطر، هتلاقي بيشتمني علاء صادق، هتلاقي بيشتمني في واحد اسمه مش عارف ايه شو كده اللي هو بيعمل حاجه شو ده برضه هتلاقيه بيشتمني، تلاقيهم هم برضه الناحيه الثانيه. انا عايز اقول لك حاجه، مثلا علاء صادق ده، علاء صادق ده مثلا عايش في، طب انا هقول لك بس حاجه، طب انا هقول لك الصحفي ليه مصادر، هقول لك بس يعني ما يجي يطلع يقول على اليوتيوب معلومات يبقى ليه مصادر، مصادره منين؟ انا هقول لك بس انت بتشتمني ليه؟ انا بقول رايي، رايي يحتمل الصواب ويحتمل الخطا. بتشتمني ليه؟ بتهاجمني ليه؟ بتنتقدني ليه؟ عشان انت قابض. عشان انت في، يا سلام، بيشتموا عشان قابض، لكن ما بيشتموش عشان هو بيقل ادبه على النادي الاهلي. لا حبيبي، النادي الاهلي ما فيهوش كتائب الكترونيه. يعني دلوقتي لما مرتضى منصور جمع العيال بتوع الجروبات بتوع نادي الزمالك وجمع الجروب ادمن الصفحات وبقى ياكلهم ويشربهم وعمل لهم عضويات شرفيه، ده اسمه ايه؟ كان ويقول لهم ايه ما تدفعوش عني، دفعوا عن الزمالك. إيه؟ طب ما الزمالك انت وانت الزمالك، يعني هيغلطوا فيك مثلا وانت رئيس نادي الزمالك؟ طب ما انت كده هو انت هتقول بيحاربوا نادي الزمالك، هيغلطوا في عيالك اللي شغالين في نادي الزمالك، ما انت هتقول ان هم بيغلطوا في الزمالك. فبتضحكوا على مين؟ بتضحكوا على نفسكم ولا بتضحكوا علينا؟ انا قبل كده جبت لكم في القناه الاولانيه اللي اتقفلت القعده والكباب والكفته اللي كانت اللي بياكلوها العيال بادمن الصفحات، جبت لكم الكوارث دي، وجبت لكم العزومات اللي بتتعمل كل يوم جمعه بيعملها مرتضى لادمن الصفحات وعمل لهم كارنيهات عضويات شرفيه. نكمل. في تنظيم اتعمل لك في احد في محل من محلات جامعه الدول العربيه، محل سمك شهير. القعده اتقعدت فيه بعد الانتخابات بتاعه المنافس، وتم الاتفاق عليها، وكل كل في المحل ده على حساب احد اعضاء مجلس الاداره. ماشي، والناس كلها عارفه القعده ديت، وتم رصد ليهم مبلغ. المبلغ ده كان موجود بيطلع منه ريع شهري، كل واحد فيهم بياخد قبضه. ماشي، بياخد القبض من الشخص دوت عشان يعملوا الترندات ديت، واللي بيقبض بيقبض، واللي بيشتغل في كلام رسمي ومعروف. طبعا كلام رسمي ومعروف. باش اقول لك حاجه، يعني مثلا في واحد بيشتمك، يشتمنا انا يعني. ماشي، يقول لك ده اتغير. لا انا ما اتغيرتش، انا طول عمري بتكلم على الاهلي كده، مش طول عمري بتكلم، بقول الصح والغلط. ماشي، يقول لك ده تيجي مثلا في وقت من الاوقات، ماشي، بينتقد الاهلي ليه؟ عشان هو بره الاهلي. ماشي، لما يبقى جوه الاهلي مختلف تماما، نظريه مختلفه تماما. تيجي تشوف المهندس عبد القيعي جوه المكان، المهندس محمود طاهر موجود، كانت كل اي حاجه بيعملها غلط. اي حاجه بيعمل ليه؟ عشان كان جاي مستني الناحيه الثانيه. لما الناحيه الثانيه جت بقى كل حاجه بتتعمل صح. ففكره ان هو يشتمك، هو بيقبض عشان يشتمك. يعني برضو قصه نادي القرن اتكلموا عليها، انا اتكلمت معاك واتكلمت معاه في قناه الاهلي، لما اتكلموا قلت النادي الاهلي رسميا هو نادي القرن، ويبقى مجنون اللي يقول غير كده. لكن لو نادي الزمالك ليه حق، المفروض يلجا للمحكمه الدوليه. ده قلته في قناه الاهلي. لما جيت انت سالتني هنا في قناه الزمالك، قلت لك ايه؟ انا ما اقولش النادي الاهلي، ما اقولش نادي الزمالك نادي القرن، اقول ان في مجلس اداره سابق لنادي الزمالك فرط ان هو يدور على الحق من حقوقه. كانت كل الجماهير بتاعت نادي الزمالك بتقول لينا حق، كنت روح وشوف. قلت لك عادل القيعي نفسه وابراهيم المنسي نفسه بيقولوا الزمالك لو ليه حق يروح المحكمه. ليه نقفل على موضوع نادي القرن؟ فعلا انتوا بتحكوا تهروا في ايه؟ روحوا اشتكوا، انتوا ليكم 20 سنه عمالين تقولوا بنجهز الملف، جهز الملف وروح اشتكي. لو الفيفا او الاتحاد الافريقي قال ان انتوا نادي القرن، خلاص انتوا نادي القرن. وانت بلسانك قلت النادي الاهلي نادي القرن رسميا غير رسميا، ما هو يعني ايه رسميا؟ يعني انا دلوقتي اقول ان انا ناجح وانا حضرت دكتوراه وانا واخد الدكتوراه وانا اصلا ما امتحنتش ولا اخدت شهاده معتمده؟ ما هو لازم ابقى رسميا. خلاصه الكلام بس علشان افهمكم ان الجماعه دول كدابين، الراجل ده بيقول ان هو ليه 13 سنه
وفي لجان الكترونيه من 13 سنه من 13 سنه يعني من 2007. الفيسبوك معمول سنه كام؟ سنه 2003 ولا 2005 ولا 2006 ولا 2007؟ تاسيس الفيسبوك سنه 2007، يعني كان ما كانش فيه لجان الكترونيه ولا فيه صفحات ولا فيه، كان يدوبك الناس بتعمل اكونتات وتتعرف على بعض، ما كانش لسه فيه صفحات ولا سوشيال ميديا ولا الكلام ده كله، ما كانش فيه. واصلا النت ما كانش في كل البيوت، وكانت الناس بتروح السايبرات. يعني الراجل ده بيكذب، يعني مش بيكذب وبس، ده بيكذب وبيكذب وبيكذب، ودخل التواريخ في بعض، ودخل السياسه في الرياضه، وابو تريكه والاخوان ومش عارف ايه، وابتدى يعمل هاله كده اهو. حتى يعني على فكره الفيديو طويل جدا، بس انا بحاول اجيب لكم المختصر المفيد علشان انتم ما تملوش مني ومنهم، فاحنا بنرد على قد ما بنقدر على الناس دي. الناس دي بدل ما تطلع تقول فرجاني غلط ولازم ان هو يعاقب ولازم ان في عقوبه توقع عليه، لان اخلاق النادي الزمالك نادي الوطنيه والكرامه ما تسمحش باللي عامله فرجاني، انما عاملين يدافعوا يقول لك الجونه ومش الجونه وفرجاني يتوقف ليه، طب ما وليد سليمان عمل كده مش عارف ايه وما توقفش. طب انا اسمعكم حته كده عن فطوطه وهو بيتكلم على وليد سليمان قبل ما ننهي الفيديو بتاعه. انت عندك لاعب لو احتفظ وليد سليمان دلح التيشيرت كده، دلح التيشيرت. مين حكم التكتيك كان اسمه؟ كان حكم شريف. شريف خلاص، فبلاش قله الادب دي والمنظره وقله على النادي. سمعنا مرتضى منصور، ده انا هجيب لكم بقى مكالمه مرتضى منصور من اولها لاخرها وهنعاقب عليها، بس انا حبيت اسمعكم حته صغيره عن وليد سليمان وازاي بيقارنوا وليد سليمان بفرجاني ساسي. بدل ما يقول يعني انت اصلا عاتبت على وليد سليمان ان هو عمل حاجه زي كده وعمل كده، شد رفع التيشيرت بتاع الحكم وقال لك ده شلح التيشيرت وكنت بتطالب بايقافه مدى الحياه، دلوقتي بتدافع ليه عن فرجاني ساسي وهو عمل جرمه اسوأ وتلفظ بالفاظ وكلم وما جابوش سيره امام عاشور نهائي وسبب الخناقه اللي حصلت؟ بس هو ده اعلام البليله، هو ده اعلام البليله الضلالي، هو ده اعلام البليله اللي يلهيك واللي فيه يجيبه فيك. انا الفيديو بتاعي النهارده انتهى، انتظروني عشان النهارده في سيل من الفيديوهات، سيل من الفيديوهات، مش كل الناس هيوصل لها اشعارات. انا بطالب الناس انها تدخل مره واثنين وثلاثه على مدار اليوم على قناتنا عشان هتلاقي فيديوهات مش موجوده في اي مكان. هنجيب فيديوهات من الاخر، هنلم لك كوكتيل فيديوهات النهارده، هننزل فيديوهات كتير جدا جدا جدا. اليوتيوب بيبعت 3 اشعارات فقط لحضرتك يوميا لثلاث فيديوهات، بس احنا لو نزلنا 7 أو 8 فيديوهات مش هيوصل لك غير 3 فقط. فحضرتك تدخل على قناتنا الاهلاويه على اليوتيوب علشان مش كل مره هيوصل لك اشعار. بس برضو ما تنساش دعمنا بلايك للفيديو وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش في القناه، وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان يوصلك كل جديد عن النادي الاهلي. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، وسلام عليكم.